ولعل هذه الصفة الجليلة التي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة في السلم والأمان وصون الحريات واحترام الآخر، إذ تضم الدولة أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة. الآن يؤدي الشيخ الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله والشكر لله، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين في هذا اليوم السعيد، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين يا رب العالمين. الله أكبر. 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 ولله الحمد. الله أكبر. ما اجتمع المسلمون في عيد الفطر السعيد يتبادلون التهاني فيما بينهم ويصلون أرحامهم ويتوادون مع غيرهم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. ونشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. أيها الناس، في صباح هذا اليوم السعيد الذي يمتلئ بالمحبة ويفيض بالمودة، نهنئكم بعيد فطركم الميمون الذي يفرح فيه المؤمنون، إذ وفقهم الله تعالى لطاعته وامتن عليهم بوافر نعمته. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأي نعمة أعظم من تآلف القلوب وتسامح النفوس والتواصل بين الأهل والأقرباء والجيران والأصدقاء، كبارا وصغارا، نساء ورجالا، في مجتمع مستقر مطمئن ينعم أبناؤه بحياة سعيدة وهم في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد يحب بعضهم بعضا، كبيرهم يعطف على صغيرهم وصغيرهم يوقر كبيرهم، غنيهم يجود بالعطاء وقويهم يعين الضعفاء، يصنعون المعروف لكل محتاج ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويحبون الخير لكل الناس. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير، لأن الله عز وجل هو الذي خلق البشر من نفس واحدة وجعلهم أخوة في الإنسانية. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأخوة فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. وأذاب صلى الله عليه وسلم الفوارق بين الناس لتصفو حياتهم وينعموا بمودتهم ويسعدوا بأخوتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: الناس بنو آدم وآدم من تراب، فالإنسان أخو الإنسان. وإن اختلفت الأعراق أو البلدان أو الأجناس أو الألوان، وقد جعل ربنا تبارك وتعالى الاختلاف بين الناس آية ربانية وسنة كونية. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وبهذا التنوع والتعددية يحصل التعارف والتواصل والتعايش مع الآخرين على اختلاف ثقافاتهم ومعتقداتهم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وهذه الأخوة الإنسانية تجمع البشرية وتجعلهم متساوين في الكرامة، وتزيل الكراهية التي يزرعها الشيطان بينهم. قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. نعم،
إن البغضاء والكراهية من عمل الشيطان، أما الرسالات السماوية فقد أنزلها الله عز وجل رحمة للناس، تنشر المحبة والسلام، وتنبذ التطرف والعنف، وتدعو إلى تحقيق العدل وأداء الحقوق إلى أصحابها، وتأمر بحماية الضعفاء والمسنين. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المصلون، إن إعلاء القيم الأخلاقية والتعاون والتكامل بين البشرية من مبادئ الأخوة الإنسانية، وقد أجمعت تعاليم الأنبياء والمرسلين على تحقيق الألفة وترك الفرقة، وأكد على ذلك القرآن الكريم في قول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولقد أحب الناس دين الله تعالى إذ يحثهم على مكارم الأخلاق والوفاء بالعهد. قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فما أسعد البشرية، فما أسعد البشرية عندما ترسخ ثقافة السلام في عقول الأجيال، وتواجه التطرف بكافة صوره، وتجفف منابعه، وتؤكد مفهوم المواطنة الذي يعني القيام بالواجبات وتحمل المسؤوليات، وتعمل على استئناف حضارة تسعد الإنسان وتضمن له حياة كريمة يسود فيها السلام والاستقرار. نسأل الله تعالى أن يديم علينا المسرات ويسبغ علينا الخيرات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، 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 ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حثنا على حسن التواصل ورغبنا في جميل التعامل. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. أيها المصلون، في يوم عيدنا نفرح بفضل الله علينا ورحمته بنا، ونتبادل التهاني والزيارات فيما بيننا، ونصل الأرحام ونفشي السلام، ونعزز أسباب المودة والوئام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا،
ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هذا وصلوا وسلموا على خير البشر وأطيعوا ربكم فيما أمر. فقد قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وأعده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات. اللهم اجعل دولة الإمارات وطن سلام وسعادة ووفاء وازدهار ورخاء وعزة وإباء. واجعل المودة شيمتنا والتسامح خلقنا وبذل الخير للناس سلوكنا. اللهم انشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلينا وأرحامنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد لما تحبه وترضاه واشمل بتوفيقك نائبه وولي عهده الأمين وإخوانه حكام الإمارات. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رضوانك وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. وارحم اللهم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أدم على دولة الإمارات الأمان والاستقرار والرخاء والازدهار، واحفظها برعايتك وأكرمها بعنايتك وأدمها عزيزة شامخة وزدها تقدما ورفعة وتسامحا ومحبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم شهداء الوطن وقوات التحالف الأبرار وأدخلهم الجنة مع الأخيار واجزِ أهليهم جزاء الصابرين بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر قوات التحالف العربي الذين تحالفوا على رد الحق إلى أصحابه واجمع أهل اليمن على كلمة الحق والشرعية وأدم عليهم الاستقرار وعلى بلدان المسلمين والعالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. أعاد الله تعالى هذا العيد عليكم بالخير والبركات وكل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.